تحويل صورة لرسم متجه وإمكانية تحريكه. هندخل صورة داخل برنامج أنيمي ستوديو عن طريق قائمة فايل Import Image، ونختار الصورة وتظهر عندي طبقة صورة. بفتح قائمة Draw واختار Trace Image، وده الأمر اللي هيحول الصورة إلى رسم متجه عبارة عن مجموعة نقاط يمكن تحريكها. قدامي خيارات التحكم في مساحة السواد، عدد النقاط، سمك الخط، التحكم أيضا في الألوان وعددها، أو الحصول على الحدود الخاصة بالصورة. هنختار الألوان، نختار 6 ألوان ونقول له أوكي. هنلاقي الصورة تحولت بالفعل إلى رسم متجه وعبارة عن مجموعة من النقاط، وهنلاحظ إن هي 6 أشكال فوق بعضهم البعض نتيجة إن احنا اخترنا 6 ألوان. هنختار الصورة مرة تانية ونقول له أبيض وأسود، ونعيد تلوين هذه الصورة ونجري عليها بعض الحركات ونسجلها في شريط الزمن.